أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. في حلقات سابقة كنا نتحدث عن عناصر من عناصر الكارثة الكبيرة، بعض أوجه الكارثة الكبيرة التي أصابت العراق في جانبها البيئي. كانت تحدث ضيفتنا وضيفتكم دكتورة سعاد ناجي العزاوي عن هذه الجوانب، عن الأسلحة التي استخدمت ضد العراق، تأثيراتها، كثير من القضايا طرقت لها بعلمية بوضوح تام، وضعتنا داخل إطار ما يحصل، يعني ما حصل العراق من كارثة، وكيف أن هذه الكارثة تتفاقم مع مرور الأيام. اليوم نستكمل إن شاء الله حديثنا في هذا الموضوع. هناك كارثة ربما البعض غير منظورة، لكنها حقيقية واقعية وتزعف وتكبر وتتفاقم، هي كارثة التصحر، كارثة قلة المياه. أسبابها، ما حقيقة هذه القضية، من سيتأثر بها؟ العراق يتحول إلى صحراء. بعض دراسات الدكتورة تحدث أنه كانت نسبة التصحر 41%، الآن وصلت إلى 91%، وربما أكثر من هذا. هذه كارثة كبيرة. دعوني أولا أستقبل ضيفتي وضيفتكم الدكتورة سعاد ناجي العزاوي. أهلا ومرحبا دكتورة. أهلا دكتورة، في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. أهلا بك دكتورة. هذا الموضوع اللي تحدث عنه، اللي أشرت فيه إليه بالمقدمة، موضوع مهم جدا. نعم، ربما الحديث به حديث يعني لم يكن إعلاميا بشكل واسع، ما حيتحدث به هذا. نعم. الموضوع مهمل. نعم. منسي لغايات معينة. نعم. مهمل، يعني لا يريدون أن يسلطوا عليه الضوء. نعم. وهو موضوع مهم وكبير. نعم. يجري الحديث عنه بطريقة وبأخرى، نسب المياه اللي تجينا قليلة وهكذا، والناس تسكت عن هذا الموضوع، لكن تأثيراته. نعم. حقيقته هي هذه واحدة من صلب اختصاصك في تأثيرات على البيئة. ما حقيقة هذا الموضوع؟ كيف تحدثين عنه؟ نعم. نعم. واقع الحال موضوع يعني تفاقم شحة مياه في العراق والنتائج السلبية المترتبة على هذه الشحة. نعم. بدأ في السبعينات القرن الماضي. نعم. عندما يعني تم تشغيل سد واضح للعيان، يعني هو مثل ما تعرف حضرتك نهري حوضي دجلة والفرات منابعهما، يعني الفرات منبع المياه كله تقريبا من تركيا، يمكن 5% من سوريا، ولكن يجري النهر، يعني 70% من النهر يجري بالعراق في الأراضي العراقية، لكن واردات النهر من الأراضي من الجبال التركية. دجلة وارداته من 3 دول، يعني ثلث تقريبا 40% من تركيا وثلث ومن إيران ومن العراق، ولذلك التأثير يعني على الفرات أكثر من التأثير حاليا على دجلة. نعم. الآن يعني عندما نتحدث عن شحة المياه، يعني ليش وصل هذا الموضوع إلى الدرجة اللي يعني حتى الأهوار نشفت داخل الأراضي العراقية، وهذا هو السبب الحقيقي وليس أي سبب آخر يذكر. هاي قصة الأهوار دكتورة قصة طويلة وقصة. نعم. سويست. نعم. وما زالت ولا زالت. نعم. لكن يعني دليل على أنه الوضع متفاقم أن تجف الأهوار. المشكلة بدأت عندما يعني منبع الدجلة في إيران كان يجينا من يعني روافد دجلة التي تغذي دجلة في العراق وتغذي الأهوار، كان يوصل للعراق قبل الـ50s. هذه الروافد اللي جاية من إيران. من إيران. نعم. وفي روافد هي بأراضينا. نعم. وفي أخرى في تركيا. نعم. نتحدث الآن عن الروافد التي كانت توصل المياه بالمنطقة الوسطى والجنوبية من إيران. نعم. فكان يوصلنا سنويا 26 مليار متر مكعب من إيران. أنشأت إيران يعني مجموعة سدود
وحواجز للسقي الزراعي وكذا، أصبحت الكمية اللي توصل من إيران هي 7 مليار متر مكعب فقط بدل 26. بدل 26. علي إيش أثر هذا؟ لأنه هذه المياه جزء منها يدخل نهر الحويزة أهوار الحويزة والمشرح. نعم. فأنت يعني عندك قدح من الماء، تصب بيه مي يبين بيه مي، ما تصب بيه مي ما يبين، صح له لا. فهذه الكمية قلصت حجم هذه الأهوار. إذن انخفاض مناسيب المياه أو جفاف الأهوار، القضية مرتبطة بإيران والسدود التي أقامتها على دجلة. واحدة منها. نعم. هذه على دجلة. لم يذكر أحدا هذا لأول مرة يعني. لا، في باحثين علميين ذكروا هذا الشيء، لكن الإعلام يتناول اللي تدعي أمريكا. نعم. ودول العدوان. نعم. الفرات أسوأ الموضوع، كان يصل للعراق قبل السبعينات 33 مليار متر مكعب سنويا. نعم. وفي السنوات الرطبة يسموها يعني الثلوج كثيرة يصل 60 مليار متر مكعب. الأهوار الوسطى والحمار اللي هي مرتبطة جزء منها بالفرات. كان يوصلها بالسنة بحدود 20 مليار متر مكعب فائض. بزمن الفيضانات. فش يصير؟ تنتعش. بناء 22 سد و19 محطة توليد طاقة كهربائية وأنفاق مائية في موضوع الجاب في تركيا منذ يعني بدأوا به بالستينات والآن على وشك الانتهاء، أدى إلى تقلص مياه نهر الفرات. أول مرة أول تقلص المياه صار في السبعينات إذا تتذكر حضرتك. نعم. صارت مشكلة لما مشكلة ملوا سد كيبان والطبقة اثنينهم ملوهم سوا والعراق ما وصلت مياه. نعم. وهاجروا الفلاحين وكذا، بعدين رجعوا صاروا يطلقوا بدل 33 حجبوا الموجات الفيضانية. نعم. الموجات الفيضانية شنو فائدتها؟ نعم. تغذي الأهوار. نعم. طب انت حجبتها، الآن ماكو موجات فيضانية بالفرات، سيطروا عليها بأربع سدود خمسة. نعم. فش صار؟ الأهوار بدأت تتناقص، يتناقص حجمها. رح نعطيك الأرقام من التناقص من السبعينات. نعم. نريد نكشف هذه الكذبة اللي دائما يطبلون ويزمرون إلها إنه العراق الحكومة العراقية هي اللي جففت الأهوار. نعم. اللي جفف الأهوار كل المستثمرين اللي وضعوا مبالغ في هذه المشاريع، لأنه هذه المشاريع مليارات الدولارات. رح نعطيك أسماء الدول. نعم. اللي مولت مشاريع جنوب شرق الأناضول. نعم. جنوب غرب الأناضول. أنا اللي أقصده أنه رجعت فترة صار كمية المياه بدل 33 صارت بحدود 20. نعم. بعدين هسه بدأت تتقلص بعد أن سد أتاتورك بسنة 1990. سد أتاتورك بدأ إملاء بنهايته يعني ويا الأحداث مال الكويت. نعم. وبال91 فانقطعت المياه عن الفرات، بس العراق كان مو بحالة أن يفتح جبهة مع أي دولة أخرى، فصار تقلصت حجم الأهوار نتيجة هذه الأحداث إلى 14% من حجمها. بدل 33 إلى 14؟ لا، الأهوار تقصد. لا، المياه من 33 9 إلى 9. 9 صار. نعم. وراحت الموجة الفيضانية. نعم. الأهوار صار حجمها، هسه راح نعطيك أرقام، إذا أخذنا أهوار الوسطى والحمار اللي هي مرتبطة بالفرات، كانت مساحتها في 1960. نعم. كانت 8000 كيلومتر مربع. 1960 8000 كيلومتر مربع. نعم. هذا من بحث جونز والآخرين. نعم. بحث علمي موجود، اللي يريده نعطيه إياه. نعم. أوكي. في عام 1974 اللي هو إيش؟ نعم. عام 1974 عام
تشغيل سد كيبان. نعم. أصبح مساحة الأهوار 6680، يعني 1977 نقصان 17% من مساحتها. 1977 القياس 1960 إلى نعم. 77 بعد 17 سنة. نعم. ب 1984 صارت مساحتها بعد أن نقص أيضا التصاريف مع الفرات نقصت. نعم. تتذكر قلنا 33 بعدين يعني رجعوها فترة 20 بعدين 20 هسه صارت مساحتها 5270، هذا معناه هنالك نقص 34% من مساحتها. هاي 5270 في أي سنة؟ سنة 1984. في عام 1990 هاي أثناء الحرب العراقية الإيرانية. نعم. نعم. في 1991 أثناء ملء سد أتاتورك كانت التصاريف السنوية أو كمية المياه السنوية اللي بهذه السنتين أقل من 9.8 مليار متر مكعب، صارت حجم الأهوار 1400 كيلو متر مربع. هذه شنو؟ هذه قبل تشغيل نهر صدام أو نهر الثالث أو المبزل الكبير اسمه. نعم. نعم. هم الآن التركيز بالإعلام أنه النهر الثالث هو اللي جفف الأهوار. رح نشوف لاحقاً أن هذه كذبة كبيرة، أنه نعم. الأهوار بدأت تنكمش، أهوار الحمار والحويزة والمشرح نعم. والوسطى بدأت تنكمش من الستينات والسبعينات، لكن ما كان هنالك صور أقمار صناعية حتى تنعرف مساحة الانكماش، وما كانت غايات سياسية أيضاً تماماً نعم. فلذلك ما كان أحد يعني ما حد يستطيع أن يقول إنه يقولون الأهوار صارت ضحلة والأهوار وكذا، لكن هي واقع الحال مو بس صارت ضحلة، إنما انكمشت المساحة صارت ضحلة ومياهها تغيرت لأنه زادت الملوحة بيها، زيادة الملوحة وزيادة الأسمدة والمبيدات بيها قتلت الكثير من الأجناس الأحيائية اللي كانت فعلا. من تعشى في الأهوار نعم. فالآن نرجع إلى موضوعنا نعم. اللي هو هذا النقصان في واردات المياه، كان العراق يتفادى علنياً أن يفك جبهة مع تركيا حول هذا الموضوع نعم. لأنه يعني تعرف يعني إحنا صار لنا من 1981 حروب، فيحاول أنه يكون يسوي ميديشن نعم. إحنا الآن يعني اللي ردت أأكد ليش دا نطرح هذا الموضوع الآن، هذا دا يتفاقم الموضوع ما دا يتصلح، يعني بوجود الاحتلال أنت عندك وجود أكبر دولة بالعالم محتلة بلدك، أنت تتصور تقدر هاي الدولة تقولها تركيا اطلقوا المياه صح؟ يعني صح؟ وخلصت من الحكومة وانهارت المنظومة البيئية وأكو تفاوض لمدة 20 سنة والبلد عطشان والمياه صارت نسبة الملوحة بالمياه من أقل من 300-250 ميلي جرام باللتر صارت بس وراء الحلة 2000 نعم. صارت المياه مالحة نعم. لذلك يعني من تفاقمت هذه المشاكل قررت بوقتها الحكومة العراقية أن تفتح مبزل كبير بين دجلة والفرات هو سموه النهر الثالث حتى مياه الري الزراعية اللي بيها مبيدات كيمياوية مبيدات حشرية وكيمياوية مواد كيمياوية ما تروح للنهرين ويصير الوضع أسوأ مما هو عليه. أعتقد هذا مشروع أساسا قديم جدا قديم نعم. راح نتحدث عنه نعم. الآن عرفنا ليش الأهوار انكمشت، أنه أنت عندك إذا ما موجودة مياه يعني تنعش الأهوار. كذلك لو تسألني على موضوع تأثيرات نقصان لمياه تصاريف الفرات ودجلهم رح يقل لأكثر من النصف نعم. إنه الأنطقة الفيضية يعني الأنطقة الفيضية نعم. انتهت الفيضانات قلصت جدا نعم. صار
كل غابات النخيل تعيش بالمنطقة الفيضية نعم ماتت. يعني احنا عندنا 33 مليون نخلة نعم كانت عام 1950 و60 نعم الآن 9 ملايين ويقال انه 6 ملايين 9 ملايين مئات الأجناس المائية ماتت لأن تغير مو بس الـ يعني عمق المياه وإنما نوعية المياه صارت سيئة نعم الأنفاق المائية اللي أنشئت في مشروع الجاب ما تسمح أن المياه النبع الفريش اللي هي مياه حلوة يعني عذبة احنا نسميها تجي مباشرة سوريا والعراق صارت تحول كل مياه من سد أتاتورك نعم. تحول كل مياه الفرات إلى مناطق زراعة وما يتجمع من الزراعة ترسله إلى سوريا والعراق نعم إيش صار؟ مياه ملوثة بالتأكيد تدخل والملوثات المدن والزراعة مالتنا شو يصير؟ كلها أملاح وكلها ملوثات خلاص صارت مياه غير قابلة غير يعني صالحة للاستخدامات الإنسانية وحتى الحيوانية وحتى الزراعية انتهت يعني هل تصدق انه مناطق بالجنوب بالمشرح والهاي 3000 ملي جرام باللتر نسبة الملوحة بيها الله ما يشربون ولا ينظفون يعني لازم سووا لهم وفاء القائد وسووا لهم هاي القنوات اي لكن واقع الحال وضع مزري في المناطق الجنوبيه ما عندهم كفايه مياه وهي ليش كثير من المناطق الجنوبيه صاروا يهاجرون لهذا السبب نعم. اما الزراعه انتهت يعني تقريبا انتهت في هذه المناطق صارت يستوردون الاغذيه كلها من ايران ومن غير مناطق نعم فلذلك نجي احنا ليش مبررات يعني هذه من المنطقه الفيضيه شنو هي الأنطقة الفيضية؟ بيها مواد طينية وغرينية اللي هي جداً مهمة بالزراعة ليش يسموه وادي الرافدين؟ نعم لأنه يعني هاي الرج بالمواد الطينية أرض السواد ليش يسموها؟ نعم لأنه هذه المواد هي أصلح تربة للزراعة نعم. وإنتاج المحاصيل نعم من جفة الأنطقة الفيضية ايش صار؟ نعم هذه المواد الناعمة اللي هي كلاي حجمها أقل من 5 مايكرون كل ما تهب الرياح تصير هذه العواصف الترابية الحمراء نعم إذا بيضة هاي عواصف رملية نعم الحمراء هذه كلها أتربة العراق أتربة الأنطقة الفيضية تنجرف ظل تنجرف إلى أن يطلع الرمال وتصير المنطقة صحراوية نعم يعني هذه من النتائج يعني إقلال يعني نوعية المياه ساءت الأنطقة الفاضية ماتت غابات النخيل يعني هذه كلها نتكلم عن المشاكل البيئية اللي حصلت نتيجة تقليص واردات نهر الفرات من قبل يعني المحاججة في تركيا إن يقول إحنا هذا المشروع يغذي وينمي لكن 19 محطة كهرومائية هي ليست لتنمية جنوب غرب الأناضول وإنما لبيع الطاقة الكهربائية للدول المجاورة نعم وبموجب الاتفاقيات هلسنكي واتفاقية ومؤتمر قمة الأرض المفروض لا يتم إنشاء يعني هكذا مشاريع عملاقة على المنابع إلا بالاتفاق مع دول يعني يسموها أسفل النهر هي أعالي النهر وأسفل النهر وهذا لم يتم يعني صارت وتم الاتفاق والدول الغربية ودول حلف الناتو دعمت المشروع والعراق الهدف أنه يصادف مشاكل ويتصحر مثل ما دي يصير الآن دكتورة قبل يعني عذرا لأقطع كلامك أريد أرجع شوية يعني تحدثتي عن المناطق الفيضية عندما جفت وتقلصت
تأثير اقتصادي وتأثير بيئي، زراعة واستيرادات الأغذية ونوعية المياه فيما يخص التربة هذه والعواصف الترابية، ما تأثيرات على البيئة؟ شلون تأثيرات على البيئة هذه أحدثت يعني ربما خلل في عناصر البيئة بشكل كبير جدا؟ نعم. يعني نعم. لما تحدثنا عن اليورانيوم والكذا، وهذا أيضا تأثيراته يبدو تأثيرات مخيفة. كبيرة، بما أنه إحنا يعني هو رجت هذا الموضوع الحقيقة أناقشه بعدين، بس ما دام إجي يعني العواصف الترابية الحمراء، يعني فيها نوع من الخطورة، لأنه هو لك إحنا بلد صار بيه تلوث معدني كلش هواية من التفجيرات، يعني من يصير تفجير قوي المعادن تصير مثل الأبخرة، والأبخرة يعني تلوث التربة. نعم. الكلاي هو في تركيبته في شحنة، يعني في تلصق بيها المعادن. نعم. يعني تعرف يعني شلون في شحنة تلتصق بها المعادن، يعني ما نقول المعدن هو يعني منفردا موجود بالتربة، وإنما ملتصق نعم. بالكلي والسلت اللي هو طين وغرين، نعم، نسميهم. ولذلك من تهب هذه العواصف اكتشفوا في بحث أمريكي أيضا أنه العواصف الترابية في العراق بعد أن جنود أمريكان صار بهم تليف بالرئة، أنه العواصف الترابية اللي تهب من مناطق معينة بالعراق محملة بالمعادن الثقيلة السمية، يعني مو بس عواصف ترابية مزعجة والربو والعواصف الترابية تمنع إتمام عملية التركيب الضوئي، فكثير من المزروعات تموت. نعم. لأنه من تترسب على أوراق الأشجار والشجيرات والمحاصيل شو يصير؟ لا تستطيع أن تستفاد من ضوء الشمس. نعم. وكثير من المحاصيل تنتهي تموت، هذا تقرير الأمم المتحدة. نعم. يعني هذا تأثيرها على الزراعة، تأثيرها على الناس الصحي، على الستاتس، إنه البيوت وشحة مياه من تدخل للبيوت، يعني الناس ينامون بنص الأتربة والكذا، والأتربة تبين إنه نتيجة هذه مئات الآلاف من التفجيرات اللي صارت بالعراق خلال السنوات الماضية. نعم. يعني العواصف الترابية هي توكسيك صارت، يعني ليس في كل المناطق، ولكن في مناطق معينة ملتصقة بها معادن ثقيلة مثل التيتانيوم. تيتانيوم والحديد والنحاس. طيب، هاي التفجيرات تحرك التربة وترجها بالضبط. نعم. والتربة جافة. نعم. وهي التفجيرات اللي تصير من الحرارة العالية مثل اليورانيوم يتحول المعدن إلى شبه غاز. نعم. يتحول أكاسيدة تتحول إلى شبه غازات، من تترسب على التربة تلتصق بها، من تجي عاصفة ترابية ما تجرف بس الطين، وإنما تجرف معها المعادن اللي ملتصقة بيها، يستنشقوها الناس تدخل بأجسامهم. نعم. كارثة أخرى يعني. دكتورة، نتوقف فاصل ونكمل هذا الحديث، لأنه أيضا حديث ذو شجون حقيقة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من هذه الحلقة، من حلقة شاهد وشواهد. ضيفتنا الدكتورة سعاد العزاوي. كنا نتحدث قبل الفاصل دكتورة عن تأثيرات العواصف الترابية، أريد أن أسألك أيضا عن هذه القضية، هل هناك إحصائية لديكم عن عدد هذه العواصف الترابية الآن؟ هل ازدادت؟ نعم. في العراق بشكل كبير؟ هذه موجودة، غطت أيام من السنة كثيرة. يعني مرة قرأت يعني عددها كلش هائل، لا أذكر الرقم، لكن ربما أنتم بشكل علمي يعني حددتوها كم هذه العواصف وتأثيراتها. نعم. يعني هو هذه معلومة ما ممكن إخفائها، لأن العاصفة أحياناً تكون ريجينال، يعني نعم، ما تكون لوكال، يعني ما تكون فقط بالعراق. تمام. يعني تجي من مصر وتجي من معروف إيش. فنعم، تكرار العواصف ما يحضرني رقم، بس ازداد نسبة كبيرة نتيجة الجفاف.
نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية. نعم. جفاف مع دجلة والفرات، فازداد نسبة العواصف الترابية 5 مرات عن ما كان عليه في الثمانينات مثلا. نعم. فأنت يعني لما العواصف الترابية واحد هالشكل، بس لما تكون فيها مواد سمية شكل آخر. أكيد. يعني هذه واحدة من نتائج جفاف الأنطقة الفيضية وعلاقتها ب يعني عدم ورود المياه الكافية لنهري دجلة والفرات. يعني البلد بدأ يصحر، فلذلك نعم هذه خطورة. مثل ما قلت لحضرتك إنه هم جنود أميركان صار عندهم تليف في الرئة، فاكتشفوا من خلال أخذ خزع منهم من اللي خدموا بالعراق إنه هنالك يعني أتربة ملتصقة بها معادن ثقيلة مثل التيتانيوم والنحاس والحديد، وهي هذه مكونات التفجيرات والأسلحة يعني اللي عانى منها هم. تحليلهم هذا وليس تحليلي آني حقيقة. نعم. أنه هذه هي نتيجة التفجيرات الكبيرة الهائلة اللي صارت بالعراق، القنابل والمتفجرات وكذا. فهذه أيضا واحدة من، نرجع إلى موضوع شحة المياه. نعم. فهذا المشروع هائل، يعني مشروع النهر الثالث، لا أول مرة على جنوب العراق ردت بس. نعم. نعم. الذين يبكون على الأهوار. نعم. جفت الأهوار، والأهوار يعني من كل أنحاء العالم، يعني حللوا قتل العراق يعني من شان الأهوار. نعم. هم نفسهم الذين مولوا قطع المياه عن الأهوار. نعم. الآن من الذين مولوا مشاريع الجاب اللي هي 22 سد. نعم. على دجلة والفرات، وأنفاق مائية لتحويلها أب، و 19 محطة توليد طاقة كهربائية هائلة. نعم. بنك التجارة والتمويل الأمريكي، يعني بنك التجارة والتمويل عندما أنت تعمل أي مشروع هائل استراتيجي تسوي له تقرير. نعم. اسمه تأثيرات البيئية للمشروع. نعم. This is must، ولا يتم الموافقة على أي مشروع أو دعمه إذا ما يشوفون التأثيرات البيئية. تأثيرات البيئية. نعم. طب ليش بنك التجارة والتمويل الأمريكي يدفع مبالغ طائلة لمشروع الجاب حتى تمنع المياه عن العراق والأهوار؟ نعم. هاي يتباكى الأمريكان على الأهوار وهم من سببوا الجفاف. منحت الحكومة اليابانية، منظمة الـ OECF، منظمة الدول إسرائيل، هاي الدول اللي دعمت المشروع ماليا. نعم. بنوك سويسرية، شركة نمساوية الخاصة بأعمال سد قرمقيش، الحكومة الفرنسية، هاي هذول اللي يبتشون على الأهوار. نعم. هم اللي دعموا مشروع حجب المياه عن الأهوار. نعم. الحكومة الإيطالية، اكو فرق بنك اهلي اكو حكومه فرنسيه. الحكومه الفرنسيه تتحدث عن نطاق ثقافي يعني انتهى نعم النفاق الدولي. نعم. النفاق العالمي. نعم. يعني يتكلموا برومانسيه عن الاهوار. نعم. برومانسيه شديده، وهم من دفع مبالغ حتى تقطع المياه عن الاهوار. نعم. الشركه الالمانيه، الجهات الألمانية مو بس شركات، حكومة وشركات أعطت منح. نعم. مجلس التنمية الاجتماعية الأوروبي. نعم. أعطى دعم ومنح. البنك الدولي للأعمار والتنمية أعطى منح وفلوس. مؤسسة البيئة العالمية، أنت شايف مؤسسة بيئة عالمية تعطي تساهم في تخريب البيئة، تساهم في تخريب البيئة. نفاق لا مو نفاق. نعم. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. نعم. شركة يقتل الزراعة وينمي. نعم. شركة اسميث وأولادي وشركة واتفر، يعني هذه دكتور غاية في الانفصام بالشخصية المهنية هذه. نعم. أن أنت يعني تدعو إلى العناية بالبيئة والحفاظ على البيئة والحفاظ على الأجناس، افتهمنا هم يردون يقتلون الشعب العراقي، أوكي. نعم. بس هذه الأنهار
بها أجناس أخرى مو بس الناس. نعم. لا تناقشون الناس ولا تناقشون الوضع الاقتصادي لأن أنتوا جايين تدمرون البلد. طيب مئات والآلاف من الأجناس اللي قتلت ونفقت من جراء هذه المشاريع. نعم. والأهوار أهمها. قطع الموجات الفيضانية عن في دجلة والفرات هو اللي جفف الأهوار. نعم. أوكي؟ الآن النهر الثالث. النهر الثالث اللي تدعي أمريكا والدول الأوروبية أن الحكومة العراقية أنشأت النهر الثالث حتى لأسباب أمنية. طبلوا وزمروا وحتى يهجرون أهل الأهوار وحتى كذبة هائلة رددتها أكثر من 5000 من المينستريم ميديا. كذبة كبيرة هائلة إنه الأهوار بقى منها 7%. نعم. بعد النهر الثالث. الآن إحنا الأرقام اللي شفناها 14% قبل النهر الثالث تقلصت انكمشت. نعم. 14% ويا النهر الثالث صارت 7%. إذن النهر الثالث أثر على 7% من حجم الأهوار. نعم. نعم. طيب هذه 7% وينها؟ بين إيران والعراق. الكذبة بنهر بالمشرح والش اسمه يعني مو بالجهة الثانية. نعم. يعني الكذبة تقول بأنه الأهوار يعني جففت لأنه حتى لا يجون المقاتلين يسموهم. نعم. من إيران للعراق. نعم. أو من العراق. هكذا قالوا. نعم. طيب الأهوار اللي على الحدود الإيرانية لا زالت موجودة، جفت كل الأهوار وهي لا زالت موجودة ومتصلة مع بعضها يمكن موجودة. نعم. هو اللي يجفف هور الحمار اللي بشرق العراق، لو يجفف العفو بغرب العراق، لو يجفف بالشرق يعني. نعم. ولأن الناس ما شايفة الخارطة وما تعرف، يتحدثوا وكأنه الناس فعلا جهلة. نعم. بالأخير هم الناس اللي موجودين برا جهلة، يسمعوا ويرددوا ما يتم. الآن النهر الثالث. نعم. هو مشروع المبزل الكبير وضعته شركة أمريكية. نعم. عام 1952 هذا بوقت مجلس الإعمار. نعم. نعم. في زمن الملكية. نعم. ليش؟ لأنه تركيا أبلغت يعني الحكومة العراقية والسورية والهاي إنه هي راح تسوي مشاريع سدود. ليس مشاريع جنوب غرب الأناضول. نعم. وإنما مشاريع أخرى، يعني إنه راح نسوي سدود. فتوقعت مجلس أعمار العراق توقع إنه لازم يعمل إجراءات يعني احترازية. نعم. انه من تقل المياه في دجله والفرات. نعم. مياه المرتجعات الزراعيه العراقيه. نعم. راح تاثر على نوعيه المياه ويصبح النهر يعني غير ملوحة عالية. نعم. نعم. بزمن الملك. نعم. الملوكيه وضعت تصاميم النهر الثالث شركه امريكيه اسمها تبت مكارثي. نعم. شركة أمريكية. نعم. عام 1952. في عام لم يتم، تعرف صارت ثورة على الملك وصارت ما أعرف شنو. نعم. لم يتم إنشاء النهر الثالث، تأجل. بالسبعينات 1972 شركة بريطانية طورته للمشروع، طورت المخطط مال التصاميم. ايه. نعم. اسمها سير ام ماكدونالد اند بارتنرز. بطلب من الحكومة العراقية. نعم. 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 72. نعم. هذه الشركة البريطانية طلبت بالتطوير ان يفوت المبزل بالأهوار. نعم. فتعرف يعني شلون؟ اقتراحهم هم. حتى والهدف والشركة البريطانية قالت this is a must، يعني أنتوا إذا ما تسوون هذا المبزل الثالث
دجلة والفرات بانتهاء المشاريع اللي راح تخسروها الإيرانية والتركية. النهر الثالث هو بالثمانينات شركة سوفيتية كملت التصاميم، يعني شوف عالميا هو المشروع الكل مشتركين، دول الأمريكان البريطانيين طوروا، الروس دخلوا على الخط لتطويره أيضا، لا وضعوا التصاميم التفصيلية للتنفيذ. نعم يعني حتى العراقيين مو هم مسوي. من صارت الحرب العراقية الإيرانية بدوا يسوون أجزاء منه، يعني أجزاء المبازل، ويحولون المبازل من دجلة إلى يعني وسط هذه دجلة، هذا الفرات هو بالوسط يجري. يعني أتمنى تشوفون صورة للموقع إن شاء الله. فحتى المبازل كلها لأن يعني يردون يغسلون الأراضي الزراعية بها ملح كثير، فحتى مي الملح ما يروح الدجلة والفرات ينزل على النهر الثالث، والنهر الثالث ما يخلط بالأهوار، لأن النهر الثالث لو يخلط بالأهوار كما يجب، يعني لو كان ينزل مياه المبازل بدجلة والفرات كل الأحياء المائية تموت بالأهوار. يعني الحكومة ما وافقت على التعديل اللي الشركة البريطانية اقترحت أن يدخل بالأهوار. يدخل ولكن أنابيب عملاقة معزولة. تعرف يعني شلون؟ ممر معزول مبطن هذا اللي أخره إلى 95. إن كان التنفيذ معقد. ويصب وين؟ بدل ما يصب بشط العرب اللي هو مياهها مو كثير مالحة، يصب بشط البصرة. نعم. تعرف شلون؟ ويروح للخليج بدون أن يلوث شط العرب ولا الأهوار. نعم. هذا هو المشروع الأساسي. نعم. الآن يعني كل اللي صار فبركة، حتى من قبل مراكز بحوث تعتبر نفسها محترمة، يعرفون أن أنت يعني أنه من تمنع المياه عند جو الفرات الأهوار بنهايتها تتقلص. نعم. نتيجة طبيعية لو لا نتيجة طبيعية بالتأكيد. يعني أنت عندك قدح ماء، صب بي مي يبين المي عندك، ما تصب بي مي ما يبين المي عندك، صح لو لا؟ بالتأكيد. إذن هذه الآن إحنا المشكلة صار النهر الثالث بعد. ليش بعد 92 وأكو يعني صحفية أمريكية كتبت عن الموضوع، أعلم العراق الأمم المتحدة بعد أن امتلأ سد أتاتورك، بعد أن سنتين لملأ خزان سد أتاتورك نقصت المياه بالفرات بشكل جف الفرات. نعم. فصارت الحكومة العراقية تعتبر يعني النهر الثالث ويا مشاريع إعادة الإعمار مشي أوكي؟ نعم. إنه النهر الثالث أصبح ضرورة ملحة، وإلا رح تصير إحنا عندنا كارثة مائية بالعراق. نعم. وأعلمت الأمم المتحدة وحسب الأصول وصار النهر الثالث، لكن ما اشتغل هو. يعني من كانت الأهوار حجمها 14% تقلص إلى 14%، النهر الثالث لم يكن موجودا. نعم. زين صار النهر الثالث قالوا 7% صار 7%. نعم. بجهة إيران. نعم. الأهوار صارت كلها بجهة إيران، اتهموا العراق بأنه جفف الأهوار. الحكومة العراقية حتى يحللون قتلنا. لكن بالأخير يعني واقع الحال من أجل الاحتلال طلب من تركيا تطلق مياه أكثر. نعم. ها أطلقت تركيا مياه أكثر، رجع 20% فقط من حجم الأهوار. 20%. نعم. 20% وبقى بين 20% بين 30%. ماكو لو كان النهر الثالث هو السبب، النهر الثالث كسره وقفوه خلاص بعد 2003. نعم وقفوه غير. نعم. ترجع تنتعش الأهوار كلها. نعم. ليش ما انتعشت لحد الآن؟ ليش لا زالت هي حجمها 23 إلى 27% من حجمها اللي بالستينات؟ ليش؟ كذب وافتراء، لأنه هذا الموضوع متعلق بالمنبع. إذا المنبع ما ينطي مي كافي ويطلق الموجات الفيضان ما ترجع الأهوار.
إذا ما يكون عندنا بالسنة فائض 20 فائض 20 مليار متر مكعب لن ترجع الأهوار. السبب الآخر لهذه الدعاية هي حقول مجنون للنفط. نعم. هذه الجعجعة كلها تريد أمريكا تستولي على حقول مجنون اللي هي تحت هور المشرح. يجب تجفيفها حتى يشتغلون به؟ لا، هم بالنسبة لهم أسهل. نعم. لما تكون الأراضي مجففة. لا، هم يعني حتى لو مو مجففة هم تحت البحار ينقبون. نعم. لكن يعني وضع الأهوار تحت الوصاية الدولية وما أعرف إيش هذا كله، حتى سيطرت شركة شيل الآن على حقل مجنون، وهذا واحد من أكبر الحقول، أكبر الحقول بالمنطقة. نعم. أولا بالاستخراج النفطي تأخذ ما تبقى من مياه الأهوار. نعم. وتزرقها بالاستخراج، تحقنها بيلي. نعم. ويصير ملوثة بالمواد النفطية وترجعها. هذا تصرف ناس خايفة على الأهوار وعلى الحياة، حريصين على الأهوار. وهذه موجودة articles، يعني أنا ما أجيبها من عندي، وإنما يعني هذا بحث علمي. نعم. إنه الآن المياه يعني حتى اللي الأكسرا اللي تفضلت تركيا وانطتها بعد الاحتلال الخاطر أمريكا، وايضا وقفتها ورا فتره هاي الموجات وتوقفت. نعم. وقفت رجع انكمش هاي. واخر بحث قريته العام صدر. نعم. انه ما لم دول المنبع تنطي مي لن تنتعش الاهوار، هاي الخلاصه. نعم. لن ترجع ابدا على طبيعتها. فاذا هذا الموضوع هم انتهينا من عنده، يعني فبركه اعلاميه. و طيب لو كان النهر الثالث، هو ليش ب 2008 رجع المالكي افتتح النهر الثالث وشغله؟ نعم. ليش؟ إذا كان قد انتعشت الأهوار لماذا يوقفه شغله مرة أخرى؟ ليش؟ إذا الأهوار جففها النهر الثالث، ليش؟ نعم. يسمح الماء يروح يفتتح مرة ثانية أو ما تبقى من، لأنه المياه الملوحة قتلت العالم، رجعوا شغله، يعني هو يعزل الماء المالح عن نهر الفرات وعن دجلة. نعم. كذبة كبيرة يا دكتور، هذه هي المشكلة. أنت حضرتك تسأل هل هنالك استراتيجية؟ كيف أنت تضع استراتيجية والناس تكذب وتفبرك وكذا ولا تسمح بإطلاق الداتا الحقيقية عن وضع البيئة بالعراق؟ طيب كل هذا شقد الآن يعني يخلينا نقول إنه العراق خارج سوق الزراعة، خارج سوق الرعي، خارج كل هذه الأسواق. نعم. اللي مرتبطة بالمياه. نعم. مرتبطة ببيئة صحية. نعم. وبيئة خارج. نعم. يعني أكو إحصائيات اليونيب سنة 2013، أنا ما حقيقة ما جايبتها وياي، شقد قلت نسبة الزراعة وأنه غذاء العراق في خطر. هذا العراق اللي كان مكتفي في كثير من السنوات، السلة يعني كانت السلة الغذائية يعني توفر لا بأس بيها. نعم. حتى بالحصار رجعوا يعتمدون على الحنطة والشعير العراقي. نعم. والرز وكذا، ودي يقول هو دي يقول بالحرف الواحد إنه الآن في كارثة، في كارثة تخص شحة المياه، في كارثة حتى الاستخدام الإنساني. يعني إحنا دكتور احتياجاتنا المائية. نعم. وفق استراتيجية وزارة البيئة 72 مليار متر مكعب بالسنة. هذه الاحتياجات الزراعية لو بس؟ لا فقط لا، والإنسانية والزراعية كل احتياجاتنا. نعم. نعم. من المياه. نعم. نعم. الآن يوصلنا 50. 72 يوصلنا 50. اي بعد إنجاز السدود راح يوصلنا يمكن 38-40. نعم. لأنه بعد سدود دجلة ما خلصانة بتركيا، يعني في سدود الآن يعني قيد الإنشاء في تركيا، يعني حصة دجلة اللي هي ثلث من تركيا أيضا راح تتقلص إلى الثلث. نعم. يعني مو إيران قلصتها للثلث، تركيا راح تقلصها للثلث. يعني إذن هناك عجز يعني أكثر من ثلثين حوالي. نعم. إضافي. عجز إضافي. نعم.
لا يعني تعرف يعني شلون؟ يعني نصف دجلة رح يروح. نعم. لأنه ثلث الواردات من عندنا وشوية من إيران وشوية من تركيا يصير نص. نعم. نص دجلة يروح، ثلثين الفرات يروح. وهاي إحنا صحراء ننصب خيم ودلال قهوة. كارثة بيئية كبيرة الحقيقة، كبيرة دكتور، وساهمت بيها دول وتكتلات عالمية، خلافاً لكل خلافاً لمؤتمرات قمة الأرض، خلافاً لكل البروتوكولات الدولية للسيطرة على العراق ونفطه وشعبه. إذن فعلاً ما تحدثنا عنه ربما بالحلقة الماضية عن أن البيئة العراقية الآن كل مقوماتها قد انهارت فعلاً، أسقطت بفعل مخطط إلا ومدروس. نعم نعم، نعم وبشكل مسبق. نعم نعم، يعني كان تفادي هذا الموضوع حقيقة لو هذه الجهات اللي دعمت مشاريع الجاب، لأنه مليارات يعني لا تستطيع الحكم، لو أرادت الحكومة التركية أن تنشئه ويعني هذا من حقها تستمر في 50 سنة إلى أن تكملها، بس هم كلهم أعطوها مبالغ حتى تكملها ب10 سنوات. نعم، لأنهم مخططين لهذا الشيء أنه أزمة المياه. هل تصدق أنه أنا من كنت أدرس في أمريكا في كولورادو سكول أوف ماينز سئلت بامتحان في عام 1986 بالامتحان 87 بالامتحان الشامل للدكتوراه، اللجنة سئلتني ماذا عن أزمة المياه التي ستواجه العراق بال 87 لم يقولوا أزمة، والله قال حرب المياه. حرب المياه. أنا تفاجأت. أنا بالضحك لأنه يعني شو أقول للجنة ستة جالسين، قلت لهم خلينا نخلص من حرب إيران وبعدين أجاوبكم. لأنه معلومة جديدة كانت بالنسبة لي، شنو هذا حرب المياه؟ يعني محضرين لنا حرب جديدة يا دكتور. فعلا يعني يعني ما اعرف شو اقول لك، انصدمت انه ما يسموها ازمه مياه، ماذا عن حرب المياه؟ يعني بالاخير هذا قالوا سؤال خارج الكونتست مال الاسئله اللي يعني احنا لانه عندنا ضمن اختصاصنا نمذجت وبرمجت يعني الفلو مال المياه. نعم، تعرف شلون فسالوني اسئله كلها علميه. بالاخير اخر سؤال قالوا هذا السؤال، يعني حتى لو تردين ما تجاوبين مو مشكلة، لكن ايش تتوقعين وش راح يصير بعد حرب المياه اللي راح تصير بين دول المنطقة؟ يعني حقيقة ظليت ما كان عندي معلومات كافية أو تصور عما يجري. نعم. في تركيا أو كذا، فقلت لهم أنا بس أجاوبكم جواب واحد، خلينا نخلص من حرب إيران ومعاناتنا بعدين عود أفكر بالحروب الأخرى. ما شنت أمريكا دكتور علينا من حرب، من حروب يعني لها ما لها فيما بعد، حروب أخرى، حروب على البيئة كانت تنطوي على حروب البيئة، حروب يعني ليس لا تخص البشر فقط والحجر، لكن كل شيء موجود يحيطنا، كل بيئتنا كلها كانت مستهدفة بهذه الحروب الحقيقة. نعم. وهذه كارثة كبيرة الحقيقة. واستخدمت يعني أعتقد ولا زلت، والكثير يعتبر هذا تطرف مني ولكني يجب أن أقول هذه الجملة، استخدمت البيئة مع الأسلحة كأداة للقتل. نعم. أمريكا استخدمت التلوث وتسمم البيئي في العراق وعدم معالجته أحد الأسلحة لمساعدتها، مثل ما استعانت بالميليشيات غير الأمريكية في قتل العراقيين والتخلص منهم، استعانت بتسمم وتلويث البيئة بالقتل لكي يعني تسيطر على الموارد. هو ليمضي مشروعها هذا الاحتلال، هذا هو يعني هو حرب موارد حقيقة. ويرعبهم كان أن بعض الدول نسبة النمو السكاني عالية، يعني هذا الموضوع يرعبهم لأنه هذه النسبة لازم توفر لها تعليم ومياه وأغذية، فهاي الموارد اللي موجودة النفط وما نفط يعني الناس راح تحارب من أجلها، فهي ما تريد تستحوذ عليها بأفضل الوسائل. نعم،
أنا أشكر الشكر جزيل دكتورة زمن هذه الحلقة. قد أنت ألتقيك إن شاء الله في حلقة أخرى لنكمل هذا المشوار هذا الرائع رغم كل ما فيه من مآسي. والله نعم، لكن معرفة الحقيقة هو أفضل شيء بالضبط، يعني هذا ما يهمنا لإيجاد الحلول، هذا ما يهمنا. بارك الله فيك. أهلا دكتورة. وسهلا. أهلا. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.